يكون في عمل مكثف مع السلطة التشريعية لإصدار أو تعديل بعض الأنظمة اللي لها علاقة بعمل رجال الأعمال والشركات السعودية لتسهيل إجراءات لديهم، ونحاول نرفع مستوى الخدمات التي تقدم لرجال الأعمال من تسهيل إنجاز إجراءاتهم وأخذ الرخص وممارسة العمل. هذه كلها بلا شك في عين الاعتبار. ليش تهتم السعودية بتسهيل ممارسة الأعمال للقطاع الخاص؟ وإيش علاقة هذا الشيء بمفهوم التنافسية العالمية؟ التنافسية ببساطة شديدة هي قدرة الدولة على أنها تستغل كافة مواردها وقدراتها لإنتاج سلع وخدمات تنافس فيها الدول الأخرى وتأخذ حصة كبيرة من حجم الاستثمارات في العالم. وهذا يحتاج عدة عوامل، أولها أنك توفر أنظمة وإجراءات محفزة وجاذبة للاستثمار المحلي والعالمي، فإجراءات أسهل يعني تجربة أفضل يعني مستثمرين أكثر. والعالم مع العولمة واتفاقيات التجارة أصبح سوق مفتوح للجميع، وولاء المستثمرين لا يعترف بالحدود الجغرافية، فولائهم الوحيد هو للمكان الأسهل في الإجراءات والأعلى في العوائد.